توفيق لمنتخبنا ان شاء الله 3 نقاط باذن الله تعالى. Yes, full energy for the Falcon today. We wish you the best, 3 points inshallah, and then I trust the people from Jeddah to show all support all Saudi. See you, take care. قلوبنا معكم يا الأخوة، موفقين اليوم إن شاء الله، وثلاث نقاط مهمة ونفرح مع بعض بعد المباراة. الصقور الخضر واقفين فيكم وفايكم ثلاث نقاط إن شاء الله بالتوفيق. السلام عليكم، اليوم مباراة المنتخب إن شاء الله بالتوفيق، من ثلاث نقاط وموفقين يا شباب. توفيق الصقور الخضر إن شاء الله اليوم، موفقين يا رب، بإذن الله ثلاث نقاط جدا جدا مهمة نحتاجها المرحلة المقبلة إن شاء الله بالتوفيق.